لمتابعة أكثر حول هذا الملف بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة. أهلا وسهلا دكتورة وفاء. في البداية، شايفة زي دكتورة وفاء ارتفاع الانفاق العالمي على الطاقة النظيفة، بنتكلم أنه بيسجل تقريبا أعلى مستويات، وتريليون و800 مليار دولار في 2023، بتقيمي هذا الرقم إزاي؟ في البداية فندم أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. رغم أن الأرقام دائما تترك علامة على الأبواب، والعروض الافتتاحية بتقول أن الاستثمارات الحقيقة أقل من المتوقع، ويمكن إحنا شايفينها 17%، لكن هي كانت تستحق أن تكون أكثر من ذلك. ولكن الحقيقة العالم ضحى بقضية التغيرات المناخية وجعلها في المرتبة الثانية، وجعل الحروب والصراعات في المرتبة الأولى بدلا من الحفاظ على حياة الإنسان وإنقاذ كوكب الأرض. أستاذ إنجي، خلينا نبص للصورة العامة. لابد من إعادة التوازن للحياة. العالم في التوقعات حتى عام 2050 لديه خسائر تبلغ حوالي 500 تريليون دولار. الأمر ده نتيجة للتغيرات المناخية بشكل مباشر. بالتأكيد بالتأكيد. الأمر الثاني أن الحقيقة كان لابد أن النظر إلى كم الانبعاثات الكربونية الحالية على مستوى العالم، والتي تبلغ 32 مليار طن، وارتفاع درجة حرارة الأرض اللي كلنا عارفينه 1.1 درجة مئوية. ولكن للأسف، ونقطة ومن أول السطر، دقوا طبول الحرب وارتفعت الانبعاثات الكربونية، وكلما ترتفع طبعا منسوب المخاطر كيف يرتفع منسوب الاستثمارات. فالتغير المناخي هنا وقع بين أمرين، مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد. طب دلوقتي دكتورة وفاء، يعني هذه درجة حرارة الأرض في يومنا هذا وإحنا بنتكلم، طبعا هذا الرقم على ما يبدو من كلام حضرتك أنه غير كافي على الإطلاق للتعامل مع أزمة المناخ. هذا الرقم ممكن يشكل مساعدة قد إيه في مقارنة أو في مواجهة درجة الحرارة اللي بنتكلم عنها؟ لا يشكل ضرر كبير. يعني بعض التوقعات بتقول 4 من 10، درجة التوقعات بتقول 8 من 10. ولكن احنا خلينا نقول يا فندم، تقديرات مثلا صندوق النقد الدولي التي قالت في الفترة الماضية ان احنا الحقيقة محتاجين الى ضخ كم كبير من الاستثمارات علشان يكون ليه مردود ايجابي. خلينا لا نفصل قضية التغيرات المناخية عن قضايا كتير زي معدلات النمو والكلفة الاقتصادية العالمية. الكل في دوائر واحدة، بمعنى ان احنا الحقيقة في عالم الاواني المستطرقة، يعني كل قضية بتؤثر ينجي على الاخرى. ولكن العالم طبعا اكيد عارف ان قضية التغيرات المناخية مرتبطة ارتباط كبير وليها سلم في الاولويات. ولكن احنا هنشوف ان مثلا اوروبا في سلم الأولويات هي الحقيقة تراجعت، لأن بنيتها التحتية غير جاهزة، وبدأت دول كتيرة جدا ترجع تاني لاستخدام الفحم، وتعتبر أنها وصلت لطاقتها المتجددة باستخدام محطات الطاقة النووية مرة أخرى. من المحتمل أن تعاود الاستثمارات في الطاقة المتجددة زيادة على المدى الطويل، لأن احنا شايفين ألمانيا بدأت تسمح بتراخيص للمطورين بإقامة طواحين للهواء على الأرض وطرحت مساحات، ولكن أوروبا بالكامل هي ليست مستعدة بالنسبة للبنية التحتية. طب هذا المدى الطويل ممكن يكون تقريبا قد إيه يا دكتور؟ الحقيقة احنا لم يبقى إلى أمامنا كما قال كوب 28، وهو آخر اللقاءات بالنسبة للكوبات. احنا امامنا 7 أعوام حتى عام 2030، فالوقت ضيق جدا على اللحاق. يعني احنا الحقيقة محتاجين خلال ال7 أعوام او 6 أعوام اللي فاضيين الحقيقة ان احنا تكون وترتنا اسرع من كده، لان الحد من الانبعاثات او الاهتمام بالاستثمار في الطاقة المتجددة الحقيقة هو مش بس هيقلل الانبعاثات، احنا عندنا قضايا تنمية كبيرة جدا طبعا. تعتمد في المقام الاول على مسألة مصادر الطاقة المتجددة للاستدامة وتنويع المصادر ودعم الابتكار وخلق فرص العمل وتحسين القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعات. كل ده مرتبط ارتباط وثيق بقضية التغيرات المناخية. ولكن الحقيقة يا أستاذ إنجي، الكلفة الاقتصادية للعالم في هذه المرحلة كبيرة جدا، لأن احنا عندنا انذار مبكر
أن العالم كله على أحواله التي ليست على ما يرام، وإحنا شايفين المؤسسات المالية اللي أزعجت العالم بتصنيفاتها وتقييماتها. ويمكن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي في التقرير الأخير الصادر عن أفاق المستقبل بالنسبة للاقتصاد العالمي، واللي بتقول أن معدلات النمو في عام 24 قلت إلى 2.4، ده بيبرز لنا أن هناك تشدد أو معامل المخاطرة أو شهية المخاطر بالنسبة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة طبعا هتكون قلت بفعل عوامل الخوف من. وعلى ما يبدو يا دكتورة وفاء أنه المشكلة ليست فقط في شهية المستثمرين ولكن في الإرادة السياسية زي ما حضرتك ذكرتي من دول العالم اللي بتفضل فعلا الحروب على التنمية وحتى على يعني الحفاظ على اقتصاداتها والاقتصاد العالمي. شكرا جزيلا دكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة على هذه المداخلة.